بزاف ديال الشيكات، كاين الكريساج، كاين المضاربات، كاين بزاف د الحوايج، وكنعانيو بزاف في الحوايج. المشكل الكبير هما اغلب المشكل الكبير هو صحه الخضاره اللي كيهبطوا في الزناقي الى اخره، وبزاف د الحوايج. يعني الهضره خايبه، ما تنعشش مع ولادك. الانسان جالس مع ولادو يحشم. اللي وقع اليوم انه تكذات واحد السيده هنايا في وسط النهار، يعني مع وحده النهار تكذات السيده، شالها التليفون ديالها، وشي وحده ثانيه تكذات اليوم حيد الصاك من كتفها، يعني بقات مشى الصاك بقى الصمطه اللي بقات في كتفها اليوم في اليوم. وبالعشيه اللي مورا صلاه العشاء، يعني دخلنا داخلين للجامع والمضاربه نايضه. انت داخل الجامع باش كتسمع الامام، كتسمع المضاربات ومطايفه قدام الجامع، قدام بيت الله، زائد الاوساخ اللي كيخليو قدام الجامع. عصابه خويا ماشي اول مره، ماشي ثاني مره، عصابات متعدده اللي كتجي هنايا. كتسولهم تيقولوا لا ما عندنا كنديروا هنا الجندار، مالهم كيجيو هنا حيت الجندارم كاين الشارع الاخر كاين البوليس، كيديروا زبله هنا كيهربوا لجهه اخرى. يعني البوليس ما يمكنش، الجندار ما يمكنش لجهه اخرى. هذه المنطقه كلها يعني الجندارم صعيب عليها، كتلقى 14 جندار كاينه في هذه الجماعه كلها، جماعه سيدي حجر واضح الصاف، هذا تابعين جماعه ومحسوبين على مجال القراوي حنا. بالله ما عليك، بالله عليكم، واش هذا كيتحسب مجال القراوي؟ باقا عندنا الضوء، عندنا تبارك الله السكن الاقتصادي، ما خصش هذا الشيء يكون تابع للقراوي، خصنا بوليس. هذه المنطقه خاصها البوليس، ما خصهاش يعني جندار. 14 جندار في اقليم كلها، حيد منهم ديال التابعين ديال الحوادث السير، حيد منهم البراجات، اش غيبقى الاجرام؟ ما يبقى والو. خويا بغينا الظهر، بغينا الامن، ما بغينا حتى شي حاجه، بغينا حتى حنا نعسو مرتاحين بحال الناس، نخرجوا بحال الناس. يعني كتوصل واحد القيطه خصك تسد عليك الباب ديالك، صعيب انك تخرج بالليل. قول شي واحد دابا يخرج بالليل، دابا راه 10 الليل هذا، 11 12، اما الوحده وجوج ثلاثه هذيك بوحدها، كنقول لي قتيلك، كنقول لي تخاف على الروح ديالك. اللي يخرج معرض الحياه ديالو معرض للخطر، اي واحد معرض للخطر. كما كتشوفنا معنا بزاف ديال الناس اللي محاضرين وشافوا الواقعه، قلنا لما جوا تهضروا خايفين. فقط العاليه البيضاء اهل الغلام.